لتعلموا أن الساعة قريب قريب مجيئها، أما تحديد مدتها أو تحديد مدة علاماتها فإن هذا لا يعلم به أحد إلا الله عز وجل، لكن الساعة قريبة. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة يعني في الدنيا معرضون. وقال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال عز وجل: وما يدريك لعل الساعة قريب. والآيات في مثل هذا المعنى كثيرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري قد بين أن الساعة قريب وقوعها، كما عند البخاري من حديث سهل قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وفي رواية لابن مندة قال: بعثت في نسم الساعة، يعني في أول الساعة، كأن بعثته ورسالته هي أول قيام الساعة، لأن أجل هذه الأمة ولأن مدة بقاء هذه الأمة، الأمة المحمدية بالنسبة إلى الأمم السابقة قليل جدا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري: ما أجلكم في أجل من خلا من الأمم قبلكم ما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، يعني أن النهار واليوم قد مضى أكثره ولم يبق إلا أقله. ويؤكد هذا ويقرره حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في المسند قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشمس على قعيقعان، قعيقعان جبل تصغير لجبل في مكة، وسمي بهذا الاسم لأن جرهما لما تقاتلوا سمع للسيوف قعقعة. الشاهد من هذا قال: الشمس على قعيقعان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك بعد العصر، يقول ابن عمر: وكان ذلك بعد العصر، قال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من هذا النهار وفيما مضى منه. ويقرره أكثر ما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت أنا والساعة وإن كادت لتسبقني. وهذا من باب المبالغة على أن قيام الساعة قريب.